نرحب بالشاعر الكبير الأستاذ نزار قباني، أهلا بك في لوس أنجلوس وفي التلفزيون جزيلا. العربي الأمريكي. شكرا. دي أول زيارة في لوس أنجلوس. أول زيارة للوس أنجلوس، نعم. وإن شاء الله هتتقابل مع معجبينك والجمهور في يوم الاثنين القادم الساعة 8 في لوس أنجلوس هيلتون. إن شاء الله. فنحب نرحب بك برضو في الأمسية الشعرية اللي هنسمعها كلنا ونتبسط بيها. إيه إحساسك إنك بتلقي الأشعار اللي كنت بتلقيها في البلاد العربية فقط قدام المغتربين في الخارج؟ والله هو العصافير بالوطن العربي نوعين، في عصافير مقيمة وفي عصافير مهاجرة تبحث عن المجهول وتقطع المحيطات بحثا عن الأمن والسلامة. العصافير الأولى المقيمة ألقيت عليها شعري حوالي 50 عاما، وأعتقد أنه جاء دور العصافير الأخرى، وهذه العصافير المهاجرة تستحق العناية لأنها حملت عندما جاءت إلى مهاجرها حقيبتين، حقيبة الأحزان وحقيبة الشعر وحقيبة الهموم السياسية وحقيبة الهموم الاجتماعية. يعني هذه العصافير ليست مخلوقات في العراء، وإنما هي مخلوقات سحبت سجادة الوطن من تحتها، فهي بحاجة أن تسمع وأن تحس وأن تكون دائما يعني مع قضيتها ومع هموم الوطن الأم. وهذا ما أفعله الآن. يعني ذات يوم سألوني في لندن من جاء إلى الأمسية الشعرية التي أعطيتها في لندن؟ قلت جاءني المعذبون في الأرض جميعا، وجلسنا على ضفة الجرح العربي، على ضفة الجرح العربي. وهذا هو التعريف الحقيقي. كل الإخوة المنفيون اللي أسميهم المنفيين أنا، كل هم في المنفى، والمنفى بحد ذاته صعب ومر كما نعرف جميعا، وبعتقد يجب أن نبقي هؤلاء المنفيين دائما على صلة بثقافة بلاد وبقضايا بلاد وبهموم بلاد. هل بتلاقي في فرق بين المستمعين أو العصافير زي ما حضرتك سميتهم اللي في البلاد العربية؟ أبداً. مفيش. أبداً. نفس استحسان. بالعكس، أنا الشعر. حسيت في كندا وفي لندن وربما في لوس أنجلوس بعد غد، يعني أن الناس أشد إيماناً بقوميته، رغم أنه سابوا يعني ولو، لكنهم هم يعتبرون أن بعد مؤقت، أن المنفى مؤقت، وأنهم لابد في يوم من الأيام أن يعودوا. لذلك تشكيلهم النفسي هو بالذات نفس التشكيل النفسي للمقيمين إذا ما كان أعنف، لأنهم يحملون المواجع والمرارات الداخلية بالإضافة إلى المنفى. ما هي خصائص مدرسة نزار قباني الشعرية؟ والله الحديث عن مدرسة حديث صعب جدا، بس أقول أنا أني فيما يتعلق بالشعر أسست جمهورية للشعر، جمهورية سميتها جمهورية الشعر الديمقراطية، لأنني أنا لا أؤمن بشعر يمارس على الناس نوع من الديكتاتورية. فلغتنا في بعض الأحيان ديكتاتورية. أنا فيما يتعلق بشعري بعتبر أهم ما فعلته هو أني خلقت لغة ثالثة تعتمد الحوار اليومي. يعني لم أنه أنزلت اللغة من برج العاجي من عالم القواميس وطرحت للناس في المقاهي، في الكافيتريات، في الحدائق العامة. لذلك أنا الجمهور اللي بيقرأني بيتراوح بين الطفل اللي عمره 8 سنوات والشيخ الذي عمره مثلا 80 سنة.
فليس من السهل كان أن توحدي كل هذه الفئات أو هذه الشرائح الاجتماعية حول اللغة الشعرية. يعني الآن الشعر يعني نحن شعب يحب الشعر، وسبق لي أني قلت في أحد كتبي أنه لو أننا أغمدنا دبوسا في جلد أي مواطن عربي لخرج منه سائل أخضر يسمى الشعر. فنحن بالولادة وبالوراسة شعراء، وكلنا شعراء إلى أن الزمان والظروف تحول الناس إلى مهن أخرى. عرفنا أن نزار قباني شاعر للمرأة. نعم. يا ترى إيه كان سبب اتجاهك أنك تكتب الشعر؟ والله للمرأة. بكل بساطة أقول إنه المرأة باعتبرها كنت أرض محتلة، أرض مستعمرة، وإن الرجل خلال عصور طويلة مارس عليها الإقطاع، الإقطاع الجسدي والإقطاع النفسي، واعتبرها شيء من الأشياء، لم يعتبرها روحا. يعني كل قتالي اللي قاتلته خلال 30 أو 40 سنة كان لمجرد أن طلع المرأة من هذا المعتقل التاريخي وأعطيها حرية استنشاق الهواء. المرأة كانت مواطنة من الدرجة العاشرة، أنا حاولت أعملها مواطنة من الدرجة الأولى، لأن المرأة بعد كل ذلك وبعد كل شيء وقبل كل شيء شريكة لنا في الحياة. نحن همشناها وشيئناها، منها شيء من الأشياء، لذلك أنا بعتقد وهذا سبب تخلفنا. أنا لا أعتقد بمجتمع أن المجتمع يمكن أن يتحرر سياسيا إذا لم تتحرر المرأة فيه. فكل ما مثل ما بقول الأرض سهل تحريرها، الأرض سهل تحريرها، لكن عقل المرأة، هلا نحن في بيقولوا العوام بيقولوا إن المرأة بشوفي هذا الكلام العجيب إن المرأة بنصف عقل ونصف دين، هذا مش صحيح، لا هي بنصف عقل ولا هي بنصف دين، بدليل إن الجامعات كل الجامعات المتفوقات فيها آنسات، الأنثى هي المتفوقة مش الرجل. لكن هل الرجل عبر عصور سيطر على كل شيء وكان له امتيازات بالحكم بالقضاء بالسياسة بالتعليم بالطب بكل نواحي الحياة، لذلك بيقول لك إنه المرأة لا تستطيع أن تفعل شيء، لا تستطيع أن تفعل شيء لأن الرجل لم يسمح لها أن تفعل، هو اللي أقام في وجه العراقيل وختم فمه بالشمع الأحمر ومنعها من أن تصرخ. اليوم إذا طلع شاعر أو أديبة أو قصاصة أو أي شيء بالوطن العربي، يعني أي مبدعة، بيقول لا هي وراءها رجل. أنا كنت فاكرة العكس، إن كل إنه وراء كل رجل ناجح امرأة. امرأة عظيمة طبعا. حضرتك بتتكلم عن المرأة في الشرق الأوسط، لكن إيه رأيك في المرأة في الغرب؟ والله المرأة في الغرب برضو تعاني. أنا بعتقد إنه يعني يجب أن لا نأخذ الصورة الزاهية إنه المرأة في الغرب تستطيع أن تفعل ما تشاء. يعني لا يزال حكم الرجل مستمرا، بس على طبعا نسب معينة، بدليل أنه الآن في حركات بأمريكا وفي حركات بفرنسا تطالب بتحرير المرأة في نفسها، هي يعني بس النسبة عنا أكثر بكثير، لأن الرجل عندنا لا يزال إقطاعي وجاهلي وديكتاتور، فلابد من تقليم أظافره لحتى نسمح للمرأة أن تخرج من الظلمات أو تخرج من هذا القمقم التاريخي اللي حبسها فيه الرجل وتنطلق لتبني وطن. الوطن لا يبنى بيد واحدة. أوافق معك 100%. ومن الشعر عن المرأة والشعر العاطفي اتجهت للشعر السياسي مرة واحدة، ليه؟ والله مش مرة واحدة الحقيقة، أنا
كنت يعني أضيق بكل الشعارات أو الألقاب اللي كانوا يعطوني إياها. واحد بيقول لك نزار خباني شاعر المرأة، واحد بيقول لك شاعر الجمال، أو هذا كله لا يوجد إلا عندنا. أنا أريد أن أكون شاعرا فقط، يعني شاعر أحس بإنسانية الإنسان سواء كان رجل أو مرأة. أنا في البدايات صحيح ركزت على المرأة، وكنت يعني واضع مخطط، كنت أعتبر أن المرأة في مجتمعنا يعني ذليلة ومقهورة ومقموعة، وأنه لابد من عمل شيء يعيد إليها كينونتها. ثم حدثت حرب حزيران 67، وفجأة حصل انفجار داخلي في أعماقي، وقلت كمان الوطن يستحق من الإنسان أو من الشاعر أن يتفرغ له، وإن كنت هي كمان بقول بيني ليلين، وإن كنت أعتبر أن المرأة وطن أيضا. يعني أنا بقول بيتين شعر، بقول كلما غنيت باسم امرأة، كلما غنيت باسم امرأة أسقطوا جنسيتي عني وقالوا كيف لا تكتب شعرا للوطن، وهل المرأة شيء آخر غير الوطن؟ آه لو يدرك من يقرأني أن ما أكتبه في الحب مكتوب لتحرير الوطن. يعني أنا إذن لا أقيم حدود جغرافية بين المرأة وبين الوطن. المرأة قد يمكن أن تكون وطن من أكبر الأوطان، لكن نحن وضعناها على الهامش وانطلقنا وفرقنا بين الشعر السياسي والشعر العاطفي. أنا بعتقد أنه الشعر العاطفي هو شعر قومي أيضا، لأنه كانت الغاية منه إنقاذ المرأة من مخالب الرجل وإعطائها الحق في أن تعيش وأن تتنفس وأن تصرخ كما تشاء. هل الأحداث الشخصية اللي بتحصل لك بتأثر على الشعر اللي بتكتبه في الوقت؟ يعني مثلا ربنا يديك طولة العمر بعد زوجتك ما ماتت، هل ده أثر على كتاباتك الشعرية؟ والله شوفي ما أثر، لأن الحزن هو العمود الفقري للشعر. في ناس بظنوا أن الفرح هو اللي وراء الإلهام، أبدا. كلما الشاعر والفنان مر بمآسي كان شعره أحسن، لأن الفرح مسطح بينما الحزن عميق. يعني أنا يعني غياب زوجتي بلقيس يعني طبعا هزني في أعماقي، بس هذا خلاني أكتب قصيدة من أحسن شعري وهي قصيدة بلقيس. يعني بحد ذاته كتبت عدة أشياء أخرى عنها برضو كانت من أحسن شعري. ممكن نسمع؟ والله ما لي حافظ القصيدة بتاع لأنه قصيدة طويلة من اعتبرت يعني مرثية العصر يوم نشرت. فيعني أنا بعتقد أنه لازم الإنسان يمر على المسامير، ولازم يتلقى السكاكين في صدره، ولازم يتألم. يعني ما في شيء بيقول لك شوخي وأنبغ ما في الحياة الألم. يعني الألم هو بحد ذاته نبوغ، أما الفرح أناني لأن الواحد وقت بيحب وقت بيفرح مع نفسه ومع الآخرين، مع زوجته مع أولاده، لكن وقت بيحزن لوحده فقط. صح، ما تقدرش تخلي حد تاني يشارك معك الحزن. في الوقت ده اتهمك بعض النقاد إن بالإلحاد، هل ده صحيح؟ الإلحاد إيه؟ يعني عطوني نص واحد يثبت هذا الكلام. شوف يقولون أشياء كثيرة، وأصلاً كلمة نقاد أنا لا أقبلها، لأنه ليس لدينا نقاد في الحقيقة. نحن لدينا
كتبة مرتزقين، ويا إما بيقله الواحد إذا كان له مصلحة معه، يا إما بيحطمه إذا زالت المصلحة. الحقيقة أنا بعتبر أن الشعراء وظيفة النقد ما هي؟ وظيفة النقد أنه يضيء طريق الشعر، لكن مع الأسف لا يوجد شاعر واحد استفاد من ناقد واحد. في عنا بالنقد شيء اسمه الإخوانيات والصداقات وكل ما أشبه ذلك، يعني عبارة عن مصلحة. اللي هي بسميها الصحافة الصفراء؟ والله سميها أي لون شئتي، لكن يعني لم يوجد عنا. أنا بعرف أنه لحتى أنقد قصيدة يجب أن أقرأ النص. أنا مالي شو مال الشاعر، حياته الشخصية، فضائحه، تاريخه، هذا كله لا علاقة له. أنا بقرأ نص للمتنبي، بقرأ نص لشارل بودلير، لفيرلين، لرامبو، بقراهن دون أن أتطرق أنه مين كانت أم هذا مثلا، ما له علاقة الموضوع. إذا نحن تنقصنا الموضوعية، يجب أن نقرأ القصيدة بموضوعية مطلقة بصرف النظر عن هذا مين أبوه ومين أمه ومين زوجته ومين بحب. هذا كلياته عناصر تدخل في النقد عنا. يعني بقدر اختصر لك الموضوع انه النقد عندنا هو فن الفضيحة او الفن الفضائحي. ما هي نوعية قراءات نزار قباني؟ والله انا بقرأ كل شيء، بقرأ تاريخ، بقرأ علوم، بقرأ كمبيوتر، يعني الشعر الان ما عاد مثل الاول. يعني الشاعر يجب أن يكون موسوعة لحتى يقدر يكتب شيء شمولي. أول كان الشاعر العربي القديم الجاهل يقعد بخيمته مثل زهير بن أبي سلمى، يقعد سنة ما يشوف حدا ولا حدا يشوفه، وبعدين يطلع بقصيدة. هذا نوع من الاشترار الداخلي. أما اليوم الشاعر لازم يعرف في حقول الفلك عم يجري ايه، في حقول الطيران عم يجري ايه، في زي ما قلت في حقول الكمبيوتر، الزراعة، السياسة، الاقتصاد السياسي، فن إدارة الأعمال، المصارف، يعني هذا كلياته هو الـ 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 الكتاب الكبير الذي يقرأ فيه الشعر، بالإضافة إلى الرحيل، السفر. يعني أنا مثلا اشتغلت بالسيرك الدبلوماسي 20 سنة، السفر كان من أهم الكتب اللي قرأتها، لأنه السفر يتيح لك أن تتعرفي على وجوه كثيرة، على ثقافات كثيرة، تتعلم لغات أخرى، تلتحمي مع الإنسانية مش مع أهل الحارة عندك، أهل الحي مثلا لا. وثم الشاعر العربي القديم كان ينتظر أن الناس يجي يسمعوه، لا، الشاعر العربي الحديث صار يذهب إلى العالم كويه. مثل ما اللي عم بعمل أنا اليوم، يعني حيث يدعى ليلقي شعرا، أنا ألقيت شعر بإسبانيا ونشر كتب لي وترجمة إلى الإسبانية، وأحدثت نفس الانفعال اللي أحدثته في البلاد العربية. احنا نعرف ان في قصائد عديدة لنزار قباني غناها مجموعة من نجوم الغناء، زي الى حبيبي، رسالة الى حبيبي، ورسالة من تحت الماء، وقارئة الفنجان. ايه احب الاغاني اللي قارئة الفنجان؟ لا ما فيش. ومين احب الفنانين والمطربين اليك؟ والله انا افتقد طبعا بعد موسيقارنا الكبير عبد الوهاب. خلاص لا لسه هنحط تيب تاني.